وثقت شبكة سوريا لحقوق الإنسان أبرز انتهاكات الأطراف المشاركة في اللجنة الدستورية خلال الأسبوع الأول لجلساتها، مشيرة تشير الشبكة إلى أن استمرار جرائم الحرب من قبل النظام وروسيا دليل إضافي على إهانة الدستور الذي يبحثوه الآن في جنيف، وإهانة العالم كذلك. هكذا تقول الشبكة، وتقول إن أبرز الانتهاكات في الأسبوع الأول هو استمرار النظام والروس بقصف ريفي إدلب وحماة، وكذلك استمرار الاعتقالات والتعذيب، كذلك عدم الإفصاح عن المختفين قسرا. تقول الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن استمرار انتهاكات النظام الروسي هي دليل إضافي على إهانة الدستور وإهانة العالم. عموما معنا عبر السكايب من الدوحة مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان الأستاذ فضل عبد الغني. أستاذ فضل، مساء الخير. مساء النور، شكرا على الاستضافة. حياك الله. وثقتم الانتهاكات خلال الأسبوع بالتزامن مع اجتماعات اللجنة المصغرة الآن يعني في جنيف. هل هناك من خلال توثيقكم هل تبين معكم أن النظام تقصد تكثيف هذه الانتهاكات مع بدء الاجتماعات في جنيف، أم لا هي ضمن السياق الانتهاكات الطبيعية معدلات النظام الطبيعية؟ لا، هو ضمن السياق العام، وهذا دليل استهتار كامل. ليش؟ لأنه هو ما لا يأبه أنه صار في مناقشة دستورية، صار في جولات بجنيف. هو شو يعني مفهوم المناقشة الدستورية؟ مفهوم المناقشة الدستورية هي مرحلة متقدمة، وهذا الرسالة اللي عم يحاول يوصلها التقرير. يعني بعد ما بتنتهي المفاوضات وبيعدوا الطرفين بيوصلوا انه بخلال لنصيغ وثيقة مش سوا. هذا ما اللي صار انه الشغلة بلشت بالمقلوب. يعني لا النزاع وقف في سوريا، لا الهجمات ولا القصف ولا عمليات التعذيب، ما وقف شيء عمليا. وبالتالي كيف بدهم يكتبوا دستور؟ طيب بلشوا بالمقلوب، المفروض يحترموا على الاقل، ويكون في انه ما يكون في جرائم حرب ولا جرائم ضد الانسانيه، وانه المبعوث الدولي على الاقل انه هو يمارس دور بهذا الاتجاه. هذا هو اللي عم يوصله التقرير، اللي عم يقول انه جرائم الحرب ما زالت ترتكب. وبالتالي طبعا حتى الدستور السوري نفسه، وهذا عده رسائل متواصله، الدستور السوري بيمنع القتل خارج اطار القانون، بيمنع انه الحكومه او النظام القائم اللي هو عم يحكم هاي البلد، ده نفسه دستور 2012 بيمنع عمليات القتل، بيمنع التعذيب، بيمنع الإخفاء القسري. يعني ولهيك هو هذا الشيء اللي عم يرتكبه النظام هو انتهاك. طيب، لهذا الدستور شو يعني؟ يعني ما رح يحترم أي دستور قادم. طيب، ونحن كدور بالمجتمع المدني بدنا نراقب هاي العملية. طيب سنأتي عليها هذه أستاذ فضل. أرسلتم نسخة من هذه الانتهاكات إلى جير بيدرسون مثلا؟ طبعا
طبعا ارسلناها الى مكتب المبعوث الدولي، بس مكتب المبعوث الدولي، وايضا للدول ايضا المشاركه بهذا المسار، يعني واللي هي عم تدعم هذا المسار. هي مو بس يعني هو المسار انبثق عن مؤتمر سوتشي، وهي في مرجعيه ماذا كان اللجنه الرد؟ الدستوريه، بس بعدين ما في ردود لحد الان. بس نحن يعني تواصلنا وارسلنا انه هذا، نحن هي وجهه نظرنا، نحن يعني كمجتمع مدني، مو بس انه بيجيب منظمات ما بنعرف نحن كيف تم انتقائها، هدول 50 شو المعايير؟ فيهم ناس اي ما طيب بيعرفوا لا استاذ فضل، بحقوق انسان ولا شيء. اي فنحن دورنا كمنظمات انه نراقب هاي العمليه اللي عم تجري. سوف اتيك على هذه مساله المجتمع المدني وهل راسلتموهم. الان مكتب يعني جير بيدرسون، الاطراف الدول الكل راسلتموهم ولم يجب احد، هل هذا الكلام صحيح؟ نعم، لانه اعتقد انه ما راح يتم يكون في اجابه بنفس اليوم، ربما يكون في نقاشات بالايام القادمه، ونحن راح نستمر بالتوازي مع هاي الاجتماعات، نستمر نراقب شو عم يصير من ارتكابات ومن جرائم. نحن وهيدا التقرير نحن حصرناه بس بالاطراف المتفاوضه، يعني ما سجلنا انتهاكات، ما ورد بهذا الاسبوع انتهاكات للتحالف الدولي او قسد او قوات نبع السلام وما الى ذلك، فقط محصوره بالنظام وبقوات المعارضه، وبالتالي هي الفتره ما لاحظنا فيها انتهاكات من قبل قوات المعارضه، ارتكبت عمليات قصف او قتل او طيب يعني لمناطق النظام بهي الفتره، ربما بالفترات القادمه نسجل يعني. طيب ارسلتم نسخه الى جماعه المجتمع المدني في جنيف؟ نحن اصلا ما بنعرف يعني بالضبط المنظمات المشاركه وعناوين الاتصال، اذا هي مشموله بالقائمه عندنا اللي هي بتشمل حوالي 60,000 ايميل وبريد الكتروني. اعتقد بعضهم موجود وبعضهم يعني في تواصل ايضا مسبق، لكن اكيد مو الجميع هن موجودين بالقائمه، بس يعني الرساله وصلت بشكل او باخر بنتيجه تغطيه وسائل الاعلام وصفحات التواصل لهذا الموضوع، وايضا نتيجه انه هذا الموضوع نحن راح نحاول انه نطبع التقرير وانه نبعث منه نسخ مطبوعه للمشاركين بالمسار جنيف الحالي. هو قبل ان يعني اختم معك هذه مساله المجتمع المدني، تقول لا تعلم كيف تم اختيارهم، وهناك تحفظ يبدو من الشبكه السوريه على هؤلاء، يعني نحن عندنا شيء اكبر، تحفظ اكبر من فقط هي الجزئيه، هي جزئيه يعني وهي اجت بسياق الحديث، لكن رؤيه الشبكه السوريه لحقوق الانسان انه هذا المسار هو بيخالف وبينتهك قرار 2254، لانه ونحن اول ما استلم المبعوث الاممي ابعتنا رساله قلنا له انه اللي المبعوث السابق ستيفان دي مستورا، وانا حدثت معه يعني عده مرات، هو قلب العمليه الدستوريه لستيفان دي مستورا، فطلبنا من المبعوث الجديد انه يعني قلب العمليه السياسيه، طلبنا انه هو يرجع السياق يعني هيئه حكم الانتقالية. وانتم اشرتم في هذا الامر في تقريركم يعني لمساله انه هيئه الحكم الانتقالي يجب ان تكون سابقه على الدستور. طبعا سابق مرجعيتها، وليس انه تبدا بالعكس، وكمان الاهم انه الاهم هو كيفيه كتابه وتشكيل الدستور، ربما يوازي الماده نفسها اللي المخرج نفسه، كيف تمت هي العمليه، وكما اشرت النقطه الاهم انه لازم انه تقريبا بيكون النزاع انتهى والجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانيه وقفت، وبيقعدوا الطرفين وبيصيغوا اتفاق، طب هذا وين انتهت، والنظام عم يقصف مشافي والناس عم تموت تعذيب وعمليات الاعتقال مستمره مثل ما عم يشير التقرير، طيب بداتوا على الاقل لازم تمارس ضغوط امميه ومن قبل مكتب المبعوث انه هاي يتم ايقافها، وخاصه من قبل الروس اللي هن يعني المعنيين بشكل اساسي. ليش؟ لانه هاي اللجنه الدستوريه هن مرجعيتها، هذا المسار اللي هن بدهم اياه، وهذا سوتشي والطائرات الروسيه عم تقصف، فهذا عدة رسائل مو يعني بضمن هذا التقرير، ونحن يعني بنتعهد انه نحن نستمر بمراقبة هاي الانتهاكات بالتوازي مع بالايام اللي عم يكون فيها اللجنة الدستورية، وايضا راح نراقب المخرجات اللجنة الدستورية نفسها.
طيب أنتم مستمرون في المراقبة، وإذا استمر النظام والروس بفعلهم يعني بهالقصف بالانتهاكات بالتعذيب بالاعتقال، هل تعتقد يعني أن المسار أصبح عبثيا بالجملة؟ نحن نعتقد أنه المسار هو لن يؤدي إلى شيء، لأنه لم نصل حتى نحن لم نصل إلى مرحلة مفاوضات. هذا المسار هو ما قبل المفاوضات، وحتى المفروض أنه قبل المفاوضات هناك ما يسمى بإجراءات حسن النية، وهي أيضا غير موجودة معنية، يعني أنه يكون في إطلاق لسراح معتقلين، يكون في كشف عن مصير المفقودين، يكون أنه المشافع ما تنقصف ولا الأحياء المدنية، وما يتم في يكون عمليات تشريد، حتى يعني المجتمع السوري يعني أنه يلاحظ أنه في فرق، وبالفعل وقفت عمليات الإجرام بحقه، وبالتالي بينتبه شوي لأنه في مسار ماشي. أما بالوضع الحالي هذا المجتمع لا يكترس تماما، ما فرق عليه شيء، مثل ما ذكرنا قبل ما تبدأ اللجنة الدستورية ومسارها، وبعد الجرائم مستمرة ولا تغير شيء، وربما طيب. مثل ما أشرت حضرتك أنه يكون بالعكس في تصعيد يعني. قبل أن أختم معك أستاذ فضل عبد الغني، هذا التقرير أرسلتم منه نسخة إلى الوفد المعارضة هناك في جنيف؟ أغلب الوفد المعارض هو موجود ضمن القائمة البريدية، وبالتالي وصله نسخة باللغة العربية والنسخة الإنجليزية، ونحن بنتمنى أنه هو يكون في استفادة من هذا التقرير، باعتبار أنه هذا ما تم تسجيل انتهاكات للمعارضة بهي الفترة. ربما التقارير القادمة لا نعلم، يعني هناك ربما عمليات قصف على أحياء في حلب نتم التحقيق منها، وبالتالي ربما يكون في استفادة من المعارضة، أنه هذا خاصة بوجه الروس ووجه النظام، ويتم استثماره أنه تتوقف هاي. وأنا ما بعرف إذا هن طالبوا بهذا الشيء أصلا، المفروض أنه يكون في مطالبة أنه نحن عم نناقش الدستور أنه توقف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية اللي النظام عماله يرتكبها. مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني، كنت معي عبر سكايب من الدوحة، شكرا جزيلا لك.